هذه غادي تكون اخر حلقه على الراب المغربي قبل شهر رمضان، فهاد الشهر المبارك غادي نبعدوا شويه عن الموسيقى. وبغيت نقول لكم كلشي استمتع في هذا الفيديو ونبارطاجيو البلان في اي بلاصه ممكنه. الرابور اللي معنا اليوم كيعتبر راسو ملك الكلاش في المغرب وعندو اكثر من 200 تراك في الكارير تاعو، ولكن المشكله اللي عندنا هو انه كيمسح بزاف تاع لي تراك تاعو، والسبب غادي نعرفوا في هذا الفيديو. في هذه الحلقه بغيتكم تكونوا شاطرين معايا مزيان، لان هذا الرابور القصه تاعو شويه معقده ولازم بزاف تاع التجارب خايبه في حياته. وما تنساش معك ابوني، لايك الفيديو، بارطاجي الفيديو مع اصحاب، ومرحبا بكم في قصه ديب. الليل بشوال كولدينغ سبرايز، ما كانوش معولين، انت جيت على غفله سربرايز. ما فكا عندك جامي طلع بك فلاي، عندي في رساله قال لي نوض غرابين في النيو، اي رابر هنا نواي دار راسو معانا ومن بعد غادي يزبي. كنطبي في الراب شي الاعيب كيبانوا لروابا. محمد العزوزي، فايد زاد سنة 1994، 21 يونيوز، في مريرتش. هاد المدينة جات بين خنيفرة ومكناس، كتبعد على مدينة خنيفرة 30 كيلومتر، وكتبعد على مدينة مكناس بحوالي 90 كيلومتر. يعني محمد زاد جبال أطلس الشامخة، من الأم راب كاتبيش والأب فنان عازف على العود. هذا كيدل بأن محمد زاد في عائلة موسيقية. طفولة في جبال أطلس كتكون قاسية مقارنة مع المدن الكبيرة بحال كازا ومراكش وغيرها. رغم ذلك محمد غادي يكبر وسط مجموعة من التحديات. بداية المسيرة الدراسية تاعو كان كيواجه العديد من الصعوبات، من أهمهم برودة الطقس. تخيل معايا طفل في العمر تاعو 6 سنين كيمشي يقرا في ذاك الجو القاسي، لأن المدينة كترتفع عن سطح البحر بحوالي 1113 متر، وحنا كاملين عارفين أن كلما كان الارتفاع عن سطح البحر أكبر كتصعب طريقة التنفس. هاد الصعوبة في العيش غادي يواجهها محمد بكل فرح، لأنه دازو أجيال قبل منه وما قالوش أح. قال ابتدائي تاعو وجا الدور على الاعداد باش يحط في رجليه وعرف شويه عن المستقبل تاعو والتوجه تاعو وفين غادي. والتوجه تاعو كان ادبي وكان كيميل بزاف المواد الادبيه، وداك الشيء هو اللي خلاه فاش يطلع للليسي اختار شعبه الادب. وكان هو اثر بزاف بالشعر، وكان ديما فاش كيدخل للدار كيبقى يكتب بعض الابيات الشعريه. من بعد ما وصل للباك تاعو ترخى بزاف في القرايه، ولا كيبان لي بان داك الشيء اللي كيقرا بانال ولا كيجي ساهل. فاش كيوصل للقيصر كيبقى متبع مع البروف، كيبان لي بانه داك الشيء اللي كيشرح كيقول هذا الشيء انا فهمته قبال، ما كيلاش بقى نجي لليس. وكان هذا هو سبب انقطاع محمد عن الدراسه، والان عنده نيفو باك. من بعد ما قطع الدراسه واصبح الوقت تاعو خاوي وما كاينش باش يعمره. محمد تلاح البلية ديك من حشيش والقاره سن صغيره. واحد النهار داخل الدار وشمت فيه الوالده تاعو ريحه القاره وسولات، قالت لي محمد واش كتكمي؟ وكان الجواب تاعو هو الرف، ولكن ما تاقتش به ومشات قالتها للاب تاعو وخلاه حتى دخل للدار وسولو غير بالاداب وقال ليه ولدي واش كتكمي؟ وكان الجواب ايضا هو الرف، ولكن الاب تاعو كان عقلاني وشدو وبقى كيشرح ليه غير بالعقل. وقال لي بان البلية واحد الحاجه اللي خايبه بزاف ما غاديش تنفعك، وهي الا ما خرجت لك على صحتك غيتخرج لك على جيبك. وكان الاب تاع محمد عقلاني ومتفاهم الوضع. الا بعدنا شويه على الحياه تاعو الشخصيه ومشي طلينا على الكارير تاعو في الموسيقى وكيفاش كانت البدايات تاعو، غادي نلقاو بان محمد بدا الموسيقى في سن صغيره في 12 عام. بدا الموسيقى لانه كبر وسط الالات الموسيقيه وكان على الستيل تاعو في الموسيقى هو الراب، ولكن من بوابات الجروب المغربي الشهير اش كاين. هاد الجروب عطى بزاف الراب المغربي، حتى نديرو ليه حلقه ان شاء الله خاصه وغتكون حلقه مفصله على الكارير تاع جروب اش كاين. 2007 قرر باش يخرج لي اول ديسك في الراب، وهو في العمر تاعو 13 عام، واول واحد شرا ليه ميكرو هو الاب تاعو لانه كان عارف الدومين مزيان، وكان هو المسجل الاول ابن تاعو. كان محمد ما عادش اهميه الموضوع في ديك الوقيته وكان صغير وكان مازال كيقرا. وإلا بغيت يعني تراك واحد في ديك الوقيته ما غاديش تلقاه لانه كان خدام عشوائيا. ونهار دار محمد 20 عام غادي يتصدم من وفاه الاب تاعو. كانت مرحله خايبه في الحياه تاعو، كيحس براسو انه فقد اهم شخص لي في هذه الحياه. سنه 2015 و2016 هذه السنوات هما اكثر سنوات حط فيهم تراكات تاعو. تقريبا كان كيحط تراك كل نهار، ما كانش كيخرج من الاستوديو. كاين بزاف تاع الناس ما عارفينش السورس تاع اي كي اي تاع ديب. القصه وما فيها هو ان محمد الصغر تاعو كان كيقرا قصص بزاف، بحال القصه تاع شركه مارفي. واحد النهار قرا واحد القصه وكان البطل تاعها هو ديب، ومن ديك الوقيته تاثر بديك الشخصيه تاع ديب. نهار بدا الراب تراك اي كي اي تاعو. الى مشيتي دابا وقلبتي على ديب سنه 2015 ما غاتلقى حتى شي تراك تاعو، والسبب هو انه كان كيحط كاع التراكات روميكس والكوبي رايت كان خدام مع غير هو، وهذا هو السبب اللي خلى الديب يمسح كاع التراكات تاعو من يوتيوب. واخا غيتلقى بعض التراكات مفرقين عشوائيا في بعض القنوات في يوتيوب، ولكن حنا بغينا المصدر الحقيقي والصحيح. داكشي علاش غادي نمشيو لاشين اوفيسيل تاع الديب.
الديب ونجيبو منها انفورماسيون كوريكت. غادي نلقاو كان القناة تشكريات 25 فبراير 2009 ودابا اول تراك محطوط فيها هو ريفليكسيون. ارتيست ما بغاتنيش نقرا بغاتني نعيش حاني كتورك لي على الطبره باش نساو غرقنا الدروكس سنيفينا الغبره. وهذا التراك تحط في 18 ماي 2018 نسمو بارتي من الديسك من بارتي الصغيرة تاع هذا البروجي. غادي نعرفو بان الديب كينتمي لكاتيجوري تاع بوز المورفي. هاد النوع تاع الراب كيعطي قيمه للكتابه كتعمل الفلو كيركز بزاف على اشنو غادي يقول كتعمل اشنو غادي يتلحن. وتاني تراك غادي نلقاو في ناشيد هو اليزيون. رجع من فمي في بلادي سال دمي زاد تخلط مع التراب وبقيت انا نغني بردت غير بالراب الديب راه غسل عقلو. فهاد التراك كان اونجي سيستيم وهاد القديم دارو كاع الروابة تاع المغرب. اي رابور غادي تمشي تنبش في الباسي تاعو والبداية تاعو كيفاش بدا الراب غادي تلقاه بدا اونجي سيستيم. واخا ما عارف علاش كيديرو هاد القضية وصدقات بزاف تاع الرواب وكاين اللي ما صدقاش ليه وكاين اللي تقولي وطاح في الشبكة. وفي 31 أوت 2018 غادي يجي فيوتشينغ مع الرائي تراك تاع السيلون. ومغرب رضا بالتل دست عليهم التل طايب كيتسنى مزيان واللي الفوق يشوف لتحت بنهار. التراك عجبني بزاف كان ضد الدولة وكان فيه كلاش حتى بعض الفنانين بحال امينيكس. نهار امينيكس خضى فيه الوسام الملكي بونش ديال علي كلاي واللي غناها ضد طاير كيربح ميطاي هنا فين. وفي 6 سبتمبر 2018 غادي يكون هذا هو تاريخ بداية البيف بين الديب وبوز. وهذا البيف كان هو اللي شهر الديب في الراب المغربي. بعض البيفات كيكونوا كوميرسيا بحال البلان اللي وقع بيناتو كان صالح الديب كثر من البوز. وغادي ندير لكم ريفيو على هذا البلان ونشوفوا حكموا شكون اللي ربح في البيف. اول تراك في الكلاش هو بلاي تاع الديب. ما رابر ما مجدوب هنا كنتي كتقول الحق انت ماشي رابر بين الراب وبين غناك فرق. انت ما رابر ما مجدوب زعما انت غير كتخربق. ما انت من الناس اللي كيقولوا عليه باللي بوهالي كيقولوا كلام موزون وما انت من الرواب اللي كيغنيو الفن. والواو بوز بلا شخصيه تبيفه مع اللي قراو. ما عندك شخصيه كتبيفه مع الوالد تاعك اللي قراك. هنا كيطلع على المورفين والبيف تاعو مع بوز. وهذا البيف كنشرحته بالتفصيل في الحلقه تاع بوز. والحلقه غتلقاوها في لاشين تاعي او نخلي لكم اللينك ديسكريبسيون. طينا بلان نخدمو تراك مشيت سجلت وباسيت لو مور البيف عجب الحراد وحس بكرو داير البوز قال لي هاد البلان كان واقع بصح قبل البيف بين بوز والديب. كان غادي يخدمو فيوتشينيك بجوج وكان كل واحد سجل بارتي تاعو من التراك. ولكن بوز قال للديب خاصك تحيد بعض الكلمات من البارتي تاعك اللي كتبت والديب ما بغاش. وهذا هو السبب الكلاش اللي بيناتهم. ومن بعد يومين فقط 8 سبتمبر 2018 غادي جرد تاع بوز بالتراك تاع فيدور. هاد التراك تحط في لاشين تاع بين الموضة. يا دارني طريق تلحس في المورفين يا سعيتي فيت هنايا تيستيل هي يا هذا بروبليم باللي باترون ما تيدخلوش الفيادر بيناتنا. هنا بحال هنا باغي يقول لي الكلاش تاعك كله غير كدافع على المورفين وما كتكلاشيش فيه وما قلتيش شي حاجه عليا. وهذا الشيء كيدل انه كتلحس في المورفين باش يضرب معاك فيوتشينغ والفيت اللي غادي يكون بيني وبينك يعني انا ما غاديش يكون حيت انت اصلا هابط في النيفو. انا اش باغي تقول لا باغي البوس شطح مع شي قصيره 2000 وبعد مبوز راه دين موت يربي بالكالكا. قال لي الا بغيتي البوز بعد من البوز وشطح مع شي قصيره تاع 2000 وخا دابا في هاد الوقيته ما بقاوش بنات 2000 قصيرات بالكالكا. عارفك غادي تقول درت فيت مع الواعرين صدعتينا وانت غير شداتك الكاميرا مع وزير. هنا كلاش فيت تاعو مع الرائي تراك تاع السيلون. ومن بعد غادي جرات تاع الديب تراك تاع لي بوتيتش شابيرو روج. في الاول توضيح دابا عاد البطانه طيح اي واحد فيه الضوط ديب قادر يطيح تنكير على الغنم دار قيلوله خطف. هنا بغا يقول ليه انه التراك الاول كان غير النار تلقها باش تشدك ودابا فاش غادي نكلاشي. هاد اللعبه كيديروها بزاف تاع الرواب كيكلاشيو شي رابور مشهور باش يجيبوه عندهم واذا جاوبهم غادي يبداو يتبيفو معاه ومن تما كيطلعوا. انا ستي ما لحتيش في الشين ديالك اختي خراو عليك بالضحك انا ماشي من داك النوع اللي داير الراب خدمه. قال ليه ما لحتيش الكلاش فلاشين تاعك شفتي البيب اللي كيضحك عليك. وهاد القضيه راه قلتها لكم ان بوز حط الكلاش فلاشين تاع بين الموضه في الوقت فاش حميت الدوله وشي رواب بحالك كنتي انت غير مع سوميه كتقطفوا الازهار. هنا كلاش بالحب تاع بوز اللي هي سوميه. وبوز معروف عليه انه كان مصعود في واحد البنت سميتها سوميه وكغنى عليها شحال من مره. الجبال كنتي كتفكر كي غدير باش تسمح في عشيرك 4 سوايع باش تكتب تراك فيها دقيقه. هنا كلاش بعشيرو اللي كان معاه في الجروب تاع حالفين وتفارقوا وما بقاوش عشران. هي لي خويتي مازال ما تعنيت بشي فيتر غير انت مدوخ هذوك اللي كتشوفهم واعرين غير عشرانين نيت. هذا اللي كيبان لك واعر راه غير صاحبي نيت راه ما كاينش فرق بينه وبينهم يعني راه عشراني وديما معاه. ومن بعد ما جا الرد تاع بوز تراك تاع فيرجي دي فيف. تتقول لي راه محارب الدوله تتحارب البعاب على اللي حاربوا ماتوا كتبوا كتوبه تشنقوا على ودهم. يعني الناس اللي حاربوا الدوله راه كتبوا كتوبه وتشنقوا على ودهم يعني ماتوا على قبلهم.
بدلوا شي حاجه في المجتمع، اما انت راه ما درتي والو، ما بدلتش حتى شي حاجه. حيت الطيب ديما كان كيقول بوز انه كيكراشي الدوله، تيسع في كل شيء، ما تغطيش صبايلك بالهضره اون سي سيستيم، وانتم مزلعين غير في الدواور تتبيعوا الكيف. قال ليه ما تغطيش دوك الفعايل تاعك الخايبه في البلاد، انت كتفسد فيها وكتبيع الحشيش، كتقول الدول ما مزياناش، ومن بعد غير جرات تاع الديب تراك تاع عدم نشوف. مازال ما شفنا كدرتيها باقي غير كاتهلل، جيب الترجماني حلل وشي فوق يدي دلك، راكي كامل الشوك تباني تمشي مفلح. فترة قصر في الديب تاع بصح وطلع النيفو تاع البي وخلى بوز غير دايف، وهذا الشيء وانا غادي نخلي بوز حتى هو يطلع النيفو تاع لي كراش، وغادي يحط لي احسن تراك في البيف اللي هو لي سون. انا جيت نكركر باش نختموا لك السي في، هذا الحمام تيكركر كان نقيم سويفي. التراك كان هارب بزاف لدرجة تقصار فيه كيخليك متحس بالديكالاج تاع الريمو، ومن بعد غيجي اخر تراك في البيف بين الديب وبوست من طرف الديب. هكاك حبيبي انا علمت كدابة وليت حطي لي ريم اللي كتشوف انت دويبارة بلينا كانيبالا تاكل السراح. وكان اعتراف من الديب ان بوست قصر مزيان في التراك اللي من قبل، وإلى هنا غادي يكون هذا هو اخر تراك في البيف بين بوست والديب، ونتوما حكموا شكون يربح في هذا البيف. ومن بعد غادي تدخل الديب بزاف تاع البيفات بحال البيف مع مول والبيف مع يوبي، فاش كان هذا الكلاش بين المغرب والجزائر في الراب. فهاد البلان الديب قصر مزيان وحمر لينا وجانا كمغاربة، وعطى العصير نيوب لجميع النواحي، وكان الكلاش حتى مع وينزا، ولكن هذا الكلاش كان خفيف ظريف. دابا قلت لكم لي كلاش يدخل فيهم الديب، ودابا غنضر لكم لي زيبي ولي زالبوم لي حط في الكارير تاعو، حط بي بي تاع افاتار. متربي بشي حبوب في نابيد، هرب مشاكل هاد البلاد خاي خوجي بالميوزيك ايطولجي. قريت كتب فهمت رميت تلفاز مصطاح، في مصر واد ناضح الرارح وما بسطاح، باقي غرق معمهم هنا في اخر 16. الاطلس الكازا تاع الفاس الريسك، انا والموسيقى في علاقات الحب، بروا با في طويسات مطيشات الحب. حط بي بي تاع بيوكسي، حط سيد الديب وباقي لدابا ما مات، هانت هاوس مكتوبه فيها سير بحالك. الراب جاي من بعيد وكتسمعو بحالها في الدوره، هذا مداد شي اقلام جي كيقول عطيوني فرص. اي بي تاع ريفول، القضيه ديال الوجود حسن ما تفهمهاش، انا كنشوفها كحله وناس كيقولوا طاح اللويز. نقطع ودان وشي بحور باش تسمى كتعيش، بقيتي هنا دير شي كرده وسمح فروحك تطير. انا ردي واخر اي بي حطها في الكاير تاعو يا امورتال، ندير اللي قال لي يا راسي اللي طاح في جيم لحمو في دراسي. الريزو ديالي في اي بلاصه وما قاريش، فلوس خارجه من البنك مجيبي لجيب البزناس، البلاد في تشي وناس ما صدم شي وناس. وهاد لي زيبي كاملين اللي حط ديب كانوا في المستوى، كانوا فيهم تراكات واعرين يستاهلوا تمزكوا ليهم، وحط حتى البوم تاع استرومين. كنكتب غير باش حاس، كنخوي غاش هاز، كنشوف ردات الفعل يبان غير كلامي واش قاس. عيطوا لي اللي في تيران كيراوغ الكابتن مجيد، عيطوا لي شحال من فيستيفال غير انا اللي ما جيتش باش نلوح ليك. الديب من افضل خمسة الراب اللي حطوا موسيقى في الراب المغربي، وكيخدموا مزيان، وكيخدموا حتى بعض الفيوتشيني بحال الفيت مع مورو من بعد ما تصالحوا. خطره فوسي بيرا ماشي حنا، عمرت الراس وغنبيدي جني. اخر تراك حطو الديب في الكارير تاعو وكاين في لاسين تاعو هو بيلانتي فيرسيون 2. نتوما شفتو الكارير تاع محمد كيف داير، والسيد دار بطريق طويله باش يوصل، وانا كنحترم اي واحد خدم على راسه وتقاتل باش يوصل للحلم تاعو. وحتى انت اذا تقاتلتي ربي غادي يجيب لك التيسير، انت اللي دير السبب وتوكل على الله وربي كلشي غايجيب بوحدو. خليك ديما ايجابي ونسى عليك الناس اللي كتقول لك ما يمكنش، وتقاتل على حلمك اخي. ما تنساش معك ابوني لايك الفيديو، وصح ليا في الكومنتات اي حاجه قلتها غلط، وتلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.